يا عمرو، مساء الخير، مساء النور، زي حضرتك وحشتني. اولا والله. كان وحضرتك اكتر. المفروض بينا ميعاد، انا عارفه في راس السنه وتاجل وانا اتلخمت، انا اسفه. لا احنا هنعمل حلقه قويه هنعمل جدا ان شاء لازم، الله. بس ايه اللي انت عامله ده؟ قول لي، ده انت قلبت الدنيا. ربنا يخليكي. هو القصه كلها ان بقالي فتره اكتر من 3 سنين عمال ادرس في المزيكا الجديده هيحصل فيها ايه؟ واحنا هنروح فين؟ والموسيقى رايحه لفين؟ فجأة ظهر الذكاء الاصطناعي. كنت انا الفتره اللي قبليها درست ازاي اعمل، ازاي الحن للناس قديم. عملت اكتر من 30 عمل قديم نفس اللي حضرتك سمعتها بمجموعه من الشباب، ونفذت الفكره كلها في اكتر من 30 او 35 عمل. فقلت عايز ابدا ان انا انزلهم، فقلت ان يعني مش المطربين اللي غنوهم ما كانوش يعني قادرين يوصلوا احساسي اللي انا عايز اوصله، لان انا كنت عاملهم. فكذا حد عملهم وفي اغاني سربت منهم، طبعا انا كنت غير راضي عنهم تماما، غير راضي يعني. فاما طلعت قصه الاي اي جربت ان انا احط الصوت، انا رضيت نفسي كملحن في العمل بالشكل ده. ايوه، بس ان انت تجيب، يعني برضو انك تجيب صوت ام كلثوم، وانت مش بتتكلم عن اي صوت، انت بتتكلم عن كوكب الشرق، عن سيدة ده صوت الغناء العربي، انك ده تجيبها. صوت اي اي، انا كاتب اي اي. ايوه، اي اي ده، اشرح لي يعني ده ايه؟ ما هو ده برضو اصله صوت ام كلثوم، ولكن يتم بقى تغييره بالاي اي. الناتج السمعي في الاخر اللي بيخرج من ايه؟ هل ام كلثوم غنت الاغنيه دي؟ لا طبعا. يبقى ايه المشكله فين؟ هل اللحن ده حد معاه تنازل دي؟ هل الكلام ده حد معاه تنازل دي؟ هل الانتاج الموسيقي والفرقه الموسيقيه اللي اشتغلت عليه حد دفع لهم؟ لا. يبقى اذا انا بملك جميع الحقوق وبملك وسيله متاحه للجميع. هو حضرتك قواعد اللعبه بتتغير. صحيح، بس يا عمرو، هو يعني احنا بنتكلمش هنا على الملكيه الفكريه لاغنيتك او للحن وكده، لانك تملكها، لكن انا هنا بتكلم على انك صوت ان هذه السيده لم يتم استئذانها لكي تغني اي لحن. ما هو كده انا عايز انا اسال حضرتك، حصل حضرتك سؤال. سامعك، انا مش سامع كويس. لا انا سامعك يا عمرو، سامعك، اتفضل. انا حصل حضرتك سؤال، هو انا اقدر امنع اي حد ان هو يغني لحن؟ انت تقدر طبعا، انت تملك الكوبي رايت بتاع لحنك، وبالتالي ما تقدرش تخلي، طبعا تقدر تمنع اي حد انه يغني لحنك. انت حضرتك عارفه الاغاني بتاعتي معمول لها كام كفر؟ ايوه ماشي، معمول لها كفر. من حق انا حقك حقك ان انت ترفع قضيه، حقك ان انت تقاضيهم. حصل حضرتك سؤال، لو انت النهارده جبتي مي فاروق تمام وغنت زي ام كلثوم بالظبط، تقدري توقفيها؟ ما هي صوتها مش قادر، تقدري تقولي لها لا؟ لا، دي قصة تانية. مي بتغني لأم كلثوم، الكوبي رايت ما بتاخدش صوت، ده مش صوت أم كلثوم بنركبه، ما كده أحط صوت أم وعلى كلثوم فكرة تعمل مين اللي راب قال إن وتراب. يا فندم، مين اللي قال إن ده صوت أم كلثوم؟ طيب انت دخلت في جدل مع المنتج الكبير استاذ محسن جابر، استاذ محسن قال ان ده في انتهاك لحقوق الملكيه الفكريه. ما فيهوش اي انتهاك لاي ملكيه فكريه. حضرتك لو شفتي تراك اللي اولا عايز اقول للمنتج استاذ محسن جابر ده يعني اخويا وحبيبي ومكتشف، وهو قال كده كمان الحب والطاقه اللي ايا كان. طيب انا معايا الاستاذ محسن جابر، المنتج الكبير استاذ محسن جابر، رئيس مجموعه شركات مزيكا، بس انا حاسه ان صوت عمرو مش كويس يا جماعه، لو ممكن نرجع نتصل بعمر تاني، باستاذ عمرو مصطفى تاني. استاذ محسن، مساء الخير. مساء الخير يا مدام دميس، اهلا بيك. يعني سمعت عمرو مصطفى بيقول يا جماعه ده اي اي، ده ارتفيشال انتليجنس، ده مش صوت ام كلثوم. طبعا ما حدش قال لانه مش اي اي، فعلا اي اي، بس هو ليه حط صوره ام كلثوم جنبه؟ علشان يماركت العمل اللي هو عمله. ليه حط اسم ام كلثوم على المصنف؟
برضه علشان يماركت العمل اللي هو عمله، هو ده الجزئيه اللي فيها عدم مشروعيه. انما هو لحنه ماشي، كلماته ماشي، موسيقاته ماشي، انما يسمي الاغنيه اللي بتغنيها سوسن، يغنيها نوال، تغنيها مش عارف مين، انما تغنيها ام كلثوم، هنا الخطأ. هنا بقى القانون يقول له ستوب. هنا القانون بيقول له ستوب في ايه؟ عمرو انت معانا مش كده؟ اه طبعا، وسامع الاستاذ محسن. طيب هنا ومثيل عليه لان هو ابني وانا بنصحه. حبيبي يا بابا. لانه انا الله يخليك يا عم، انا بنصحه لانه كمان يا مدام لميس اللي بيقرب من ام كلثوم، بيقرب من عبد الحليم، اللي بيقرب من عبد الوهاب، منطقه خطره خطره خطره. يعني لازم يكون دارس الموضوع مره واثنين وثلاثه، ما هيش مش كده يعني، ما هيش جمهور الناس دي، ما هوش جمهور سائل، جمهور من كل المستويات العليا والكاتيجوري. صحيح، لكن خليني اتكلم في القانون. القانون هنا انا رجعت للقانون والنص القانون استاذ محسن. الحقيقه ان ما فيهوش موضوع الاي اي، طبعا ده تطور رهيب، وبالتالي ربما لا يكون ده في القانون، لان هو ما انتهكش هنا عمرو ملكيه فكريه لكتابه يعني هو. لا مدام لميس، خليني اوضح الجزئيه دي. انا بقول اسم السيده ام كلثوم وصورتها هنا لها كوبي رايت، والكوبي رايت دي حقوق ادبيه، والقانون نص عليها انها ادبيه وابديه، ابديه بمعنى الى ما لا نهايه العمر، مش من نهايه الفنان، ابديه لا 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 تخضع للتقارب. انه يستعمل صوره ام كلثوم او يستعمل اسمها في اسم تجاري، ده مش من حق. انما بقى هو يعمل صوت اي اي، يعمل تاليف، يعمل تلحين، خدي بال حضرتك، لانه احنا كلنا مستعدين للمجال الجديد او للذكاء الصناعي. ده مش موضوع بدعه، هو البدعه لانه استعمال انه لط في اسم ام كلثوم، او هيلط بعد كده اللي هيلط في عبد الحليم، واذا سبناهم هتلاقيهم يلطوا في عبد الوهاب. انما تعالي نتكلم في الذكاء الصناعي بالنسبه للمجال الفني بصفه عامه. لا ده يعني في عندي اولادي مثلا عاملين تاليف مش محتاجين لمؤلف، تأليف بالذكاء الصناعي، بتدي له كلمات أغنية وتقولي له اختار لي، هو بقى عنده داتا بيز رهيبة، بيختار لك من أحلى ما 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 ما, ما بينقيه ويطلع لك أغاني منتقاه. تعالي قولي له لحنها، بيلحنها. يعني النهارده إذا كان عمرو بيعتدي على صوت أم كلثوم، فبكره هو هيعتدى على ألحانه. ليه؟ لان انا لو برضه في الذكاء الصناعي لو حطيت له ثلاث اربع الحان من عمرو مصطفى وقلت له استنسخ لي لحن من مدرسه عمرو مصطفى، هيعمله. وهيعمله في اقل من ثانيه، مش هيحتاج شهور ولا هيحتاج ساعات. احنا داخلين على مرحله يا اما فوضى يا اما نستعمل الذكاء الصناعي فيما يفيد ويطور. طيب نسمع عمرو يعني ايه ردك على كلام الاستاذ محسن؟ اولا انا قلت لحضرتك استاذ محسن كل اللي بقوله انا متقبله، ده واحد. بس انا عايز اقول موضوع الصوره متاحه على الانترنت للجميع، وهي ما اتحطتش في تجاري، هي اعلان موجود للجميع ممكن يستخدموه. وقت ما انا هنشر الاغنيه تجاريا واحطها على البلاتفورم تجاريا واستخدم صورتها، من حقه. بس انا ممكن استخدم المنديل، وساعتها المنديل ده ملوش ورث، انا هاخد المنديل. طيب ما هو ليه برضو يعني ليه صوت ام كلثوم يعني بمعنى هو صوتها يا فندم، هو اي اي، هو او استاذ محسن هو اعترف. وعلى فكره لو عايز يا عمرو اصطناعي مفيش مشكله. ده عيد الجملة دي تاني لو سمحت. يعني لو هم هياخدوا ألحاني وياخدوا صوتي ويعملوا ذكاء اصطناعي، ده هينشرني أكتر، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا موافق أهو دلوقتي بقول للناس كلها أنا موافق، دخلوا ألحاني واعملوا لها ذكاء اصطناعي، لكن الآلة عمرها ما هتتغلب على الإنسان. ما هو ده بقى الخطر، إنه لما الأستاذ محسن بيقول إنه ولاده بيخشوا نجيب كلمات ونديها للإي آي،
ده كده ويلحنها، ده كده هيستبدل الملحنين، وقد يستبدل الكتاب، وقد يستبدل المطربين. ما هو ده اللي انا طورته. طيب نسمع استاذ محسن جابر تاني. يا مدام لميس، ما هو لما حد هيسامبل او هيستنسخ الحان بتاعت عمرو مصطفى مش هينسبها له، يعني مش بيقول لان انا هبقى مبسوط، هو مش هينسبها له، هو هينسبها لاسم جديد، هو هيسرقها. اسمعها، هو هيسرقها وهينسبها لحد تاني. لو حطيتي شويه الحان للذكاء الصناعي من بتوع بليغ حمدي كذا لحن وقلتي له استنسخ لي منهم احسنهم، هيطلع لك لحن جديد. ودي تجارب موجوده، ممكن ابقى اسمعها لكم، تجارب موجوده على الواقع يعني. لو سمعتي له شويه الحان من سيد مكاوي هيطلع لك لحن السيد مكاوي. فدي مش الفكره هنا فين في الخلاف؟ الخلاف لانه يستعمل الصوره والصوت في مصنف جديد. طيب هنا هنا دون استئذان، يعني هنا المشكله انه لم يستاذن المطرب لانه توفى طبعا، فلم يستاذن المطرب او اسرته في استخدام. بصي يا مدام لميس، انا ما بتكلمش من فراغ، انا معايا توكيل عام رسمي من جميع الورثه. فانا ما بتكلمش من فراغ، وانا لما بنصح عمرو مصطفى بنصحه وانا عارف، انا يعني انا عارف فين مناطق القوة ومن فين مناطق الضعف. التوكيل ده عن صوت عن اداء، يعني احنا هنا دلوقتي اصلنا في مجال جديد، انه صوت ام كلثوم اللي ممكن يتم تعديله عن طريق الاي اي او الارتفيشال انتليجنس، ده مجال جديد خالص. مدام لميت عالميا، بس عشان احط حضرتك في الصوره، عالميا كل مطرب في انحاء العالم هيكون له اي اي. يعني مثلا مرات ايلون ماسك هي حاطه صوتها، مش هي مطربه وهي صوتها لايف، بس صوتها سامبلته وعملته اي اي وحطت صوتها على النت، بتقول اللي عايز يستعمل صوتها بالاي اي يستعمله ليا 50%. ده موديل جديد في البيزنس. كل مطرب فيما بعد، انا بقول لك من دلوقتي، وانا انا من الناس المنتجين اللي دايما ببص قدامي على مش اقل من 10 سنين. يعني انا اللي عملت الديجيتايز للموسيقى من قبل الناس كلها ما تدخل في موضوع الديجيتايز، انا اللي حطيتهم على التليفونات قبل ما يتحط اي حاجه على التليفونات. النهارده بقول لحضرتك كل مطرب موجود، سواء كان زي مثلا عمرو دياب، مصطفى قمر، تامر حسني، كل واحد فيهم هيكون له اي اي. بصوته مسامبل صوته بالظبط، وده المستقبل، هو هيستعمله بنفسه، هيستعمله. طيب تمام، يبقى بما ان حضرتك بتقول كده، اذا عمرو يستطيع ان يفعل ذلك، ولا انت شايف انه لازم يمشي؟ لازم يستاذن، هي المساله مش الفوضى، المساله فيها حقوق. فهو هنا لابد ان يسير في الطريق القانوني اللي هو يمشي في طريق الحقوق الملكيه الفكريه لصوت ام كلثوم. يا عمرو سمعت الجزء ده يا عمرو؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال. ايوه اتفضل. وعايز اقوله برضو لبابا مصطفى، هل حضرتك يا استاذ محسن استاذنتني لما مطربين المهرجانات غنوا الحان لعمرو دياب بالمهرجانات؟ هل حضرتك جيت استاذنتني؟ لا، انا غير راضي ان هم يغنوا. لو في مطرب يا عمرو غنى اغنيه من اغانية وما خدش من عندي اذن وانا لا املك تسالني فيها، انما يستحيل. انا بقول لحضرتك غنوها يا استاذ، انا جاي لك اهو، انا جاي لك 32 مليون. يستحيل، ده هقول لك، يستحيل فنان يغني اغنيه من اغانيه دون ان ياخد ترخيص. دي نمره واحد. نمره اثنين، عندك مثال مثلا، عندك مثال ثاني، كارول سماح، مع حبي واحترامي له، لما غنت اغنيه وحشاني بلادي مقتبسه من لحن لام كلثوم بتاع ليله حب، انا دخلت في قضيه واتحكم ليا واتحكم بغرامه على احدى الشركات، مش عايز اقولها يعني، وعلى شركه صوت القاهره بغرامه 350,000، وده حكم نهائي وبات ودفعوا الغرامه. فده مش جدال يعني. انا غير راضي ان حمو بيكا يغني لي اغنيه الحاني، حضرتك ما استاذنتنيش. قضيه يا عمرو، ما تسكتش على حقك يعني. طب انت سبب، انت راجل فنان محترم.
ما تكونش انت سبب ممكن ان يتوجد فوضى في هذا المجال. طب ممكن اسال سؤال استاذ محسن؟ يعني لو عمرو مصطفى تقدم وطلب كوبي رايت لصوت ام كلثوم، حضرتك بتقول انه مرات ايلون ماسك قالت انا صوتي 50-50 وان المغنيين كلهم هيكونوا لهم اي اي، هنا ممكن يعني حضرتك بتنصح عمرو مصطفى انه يمشي في الاطار القانوني قصدك يعني؟ بس يبتعد عن ام كلثوم لانه منطقه خطر بالنسبه له شخصيا. عمرو هتعمل ايه؟ الفنية يبتعد لانه هيقارن، اصل هيقارن بمين؟ هيقارن التاليف، هيقارنه باحمد رامي، هيقارن التلحين، هيقارن بعبد الوهاب. ابعد يا عمرو، زي ما بيقول كده من ممنوع الاقتراب والتصوير. مفروض يا ولدي، ده انت داخل في منطقه وعره، انت بتقارن تاليف وتلحين بمين؟ ما هنا مشكلة، فهتنتقد حتى لو كنت عامل أحلى ما عندك، هتنتقد. أنا بشفق عليه. إنما ما هيش فكرة إن تعمل عمل وتعمل ضجة، هو مش ضجة. هو في الآخر ناس يعني هتلاقي فيه يعني في ناس يعني هتنبسط معاك، الفانز بتوعك هينبسطوا معاك. بس في مجموعة كبيرة جدا بتعبد او بتحب، استغفر الله العظيم، لا يعني بتحب كلثوم، تقدر ام كلثوم. طب عمرو ردك يعني ايه؟ انا ردي لو هو استاذ محسن دي حق قانوني في الاله الموسيقيه اللي مطلعها الكلام ده، لان انا اللي مغني، لو ليه حق قانوني فيه وفي قانون بيقول كده في الدوله او في اي حته في العالم، لان دلوقتي الاستاذ محسن لو دخل على دريك اي اي دلوقتي، دريك اي اي ومستخدم اسمه كمان، بس هو قال للناس ان ده اي اي ذكاء اصطناعي، مفيش حد يقدر ينزل. واقول له استاذ محسن حضرتك تقدر دلوقتي تشيل صوت اللي انا منزله على الفيسبوك وعلى على الحاجات دي بالاي اي، اشيلها. وانا لو انا اقدر ان انا اشيل حمو بيكا ان هو يغني، لان دي اهانه لاسرتي ان انا حمو بيكا يغني لي لحن، انا اتهنت وحضرتك ما عملتليش حاجه ومعاك الحقوق كلها. شايف الصوره اللي على الشاشه؟ الوضع الصورة على الشاشة دي متاحة للجميع، مخالفة قانونية. لا متاحة دي موجودة، لا مش متاحة. ما هو كلمة متاحة دي هتجبرني ان انا ارسيها مبدأ، وانا يعني انت ابني ما اقدرش ادخل معاك في القانون، بس مش مدخل، بس هضطر. استاذ محسن ما تيجي نقعد مع بعض نتكلم، استاذ محسن نقعد مع بعض احسن ونتكلم. طيب انا يعني انا بس حبينا ان احنا نسمع وجهات نظر مختلفه، ودي حلقه مهمه نحب نعمل النقاش ده عندنا. طبعا عمرو انت مكمل في هذا الطريق؟ وهكلم الاستاذ محسن وهنتناقش انا وهو، هتتناقشوا. شكرا الفنان عمرو مصطفى. يعني استاذ محسن، لو كان عمرو مصطفى خد اي حد تاني غير ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب اللي هم الثلاثه الكبار، يعني خد مثلا افرض خد فريد الاطرش، ورده، وبرده دول من الكبار، كان هيحصل ايه؟ برضه لازم لهم ورثه هيحموه. ولو خد حد من العايشين، طب خليه ياخد عمرو دياب، ادينا موجودين، خليها ياخد عمرو دياب، شوف الفانز هيعمل فيه. لا هو بس الخطر كمان ان انا الاقي فجاه ام كلثوم بتغني تراب مثلا، انا ده اللي انا خايفاه بقى في الاي اي ده، ان فجاه ام كلثوم بتغني راب. مدام لميس لو ترجعي، انا ما انت ما شفتيش مكتبتي الخاص، لو تشوفي الكلمات مثلا بتاع احمد رامي والمسودات وقد ايه هو بيشيل وبيحذف، كل ده عندي، يعني كل ده دوكيومنتيشن علشان يطلع في الاخر بكلمات اغنيه تغنيها سيد الكوكب الشرق ام كلثوم، هتشوفي بعد الشغل بتاعها ايه. انما ان احنا هنطلع اغنيه كده وبتاع ومش عارف ايه، دي ام كلثوم يا جماعه، دي ام كلثوم، دي غنت لنزار قباني وغنت لحسين السيد وغنت لعبد الوهاب محمد يعني لا يعني ما هيش لا هي راب ولا هي يعني، ولها جمهورها وعشاقها ما زالوا لحد النهارده بيوحل من الخليج للمحيط. طبعا يعني احنا نشفق على عمرو في الجزئيه دي، وانا بحبه. يا عمرو ابعد من المنطقه دي، المنطقه دي خطره، ادخل في اي حاجه، عايز تجرب جرب. انا طبعا الشعب اللبناني حبيبي، بس جرب في فيروز شوف الرحبانيه هيعملوا فيك ايه. انما ليه ام كلثوم عشان متصور ده ما لهاش حد يحميها؟ لا، في شعب هيحميها، مش انا، مش محسن، شعب هيحميها، نص اللسان بينطق. ده حقيقي.
شكرا المنتج الكبير استاذ محسن جابر، رئيس شركات مجموعه مزيكا.